dua-e-alqamah. Bismillaahir Rahmaanir Raheem. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Mujib Da'watil Mustaqeem. Ya Kashif Kurbil Makroobin. Ya Ghiyasal Mustaghiseen. Ya Sariqal Mustasriqeen. ويا من هو أقرب إلي من حبل الوريد ويا من يحول بين المرء وقلبه يا من هو بالمنظر الأعلى وبالأفق المبين ويا من هو الرحمن الرحيم على العرش استوى ويا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ويا من لا يخفى علي خافية يا من تشتبه عليه الأسوات ويا من لا تغلطه الحاجات ويا من لا يبرمه إلحاح الملحين يا مدرك كل فوت ويا جامع كل شمل ويا بارئ النفوس بعد الموت يا من هو كل يوم في شان يا قاضي الحاجات يا منفس القربات يا معطي السؤالات يا ولي الرغبات يا كافي المهمات يا من يكفي من كل شيء ولا يكفي منه شيء في السماوات والأرض أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين فإني بهم أتوجه إليك في مقامي هذا وبهم أتوسل وبهم أتشفع إليك وبحق ما أسألك وأقسم وأعظم عليك وبالشان الذي لهم عندك وبالقدر الذي لهم عندك وبالذي فضلتهم على العالمين وباسمك الذي جعلته عندهم وبه خصصتهم دون العالمين وبه أئمة وأبناء فضلهم من فضل العالمين حتى فاق فضلهم فضل العالمين جميعا أسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تكشف عني غمي وهمي وكربي وتقويتني المهمة من أموري وتقضي عني ديني وتجيرني من الفقر وتجيرني من الفاقه وتغيثني عن المسألة إلى المخلوقين وتقويني هم من أخاف هما وعسر من أخاف عسرا وخذونا من أخاف خذونا وشر من أخاف شرا ومكر من أخاف مكرا وبغي من أخاف بغيا وجور من أخاف جورا وسلطان من أخاف سلطانا وكيد من أخاف كيدا ومقدورة من أخاف مقدورا عليا أترد عني كيد الكيدة ومكر المكرمة اللهم ومن أرادني فارده ومن كادني فكده واصرف عني كيده ومكره وباسه وأمانيا وامنه عني كيف شئت وأن شئت اللهم اشغل عني بفقر لا تجبر وببلاء تستر وبفاقة لا تسدها بسقم ولا تعافيه ذل لا تضمه
ومن مسكنه لا تجبرها اللهم اضرب بالذل نسب عينيه وادخل عليه الفقر في منزله والإلة والسقم في بدنه حتى تشغله عني بشغل شاغل لا فراغ له وانيه ذكري كما انيه ذكرك وخذ عني بسمعه وبصري ولسانه ويدي ورجله وقلبي وجميع جواره وادخل لي في جميع ذلك السقم ولا تشفي حتى تجعل ذلك لا شغلا شاغلا به عني وعن ذكري واكفني يا كافي ما لا يكفي سواك فإنك الكافي لا كافي سواك ومفرج لا مفرج سواك ومغيس لا مغيس سواك وجار لا جار سواك خاب من كان جاره سواك ومغيشه سواك ومفضى إلى سواك ومهربه إلى سواك وملجوه إلى غيرك ومنجا منجاه من مخلوق غيرك فأنت ثقتي ورجائي ومحضي ومهربي وملجئي ومنجا يا فيك استشفع بك استنجع بمحمد وآل محمد اتوجه اليك واتوسل واتشفع فاسالك يا الله يا الله يا الله ولك الحمد ولك الشكر واليك المشتكى وانت المستعان فاسالك يا الله يا الله يا الله بحق محمد وآل محمد أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تكشف عني غمي وهمي وكربي في مقامي هذا كما كشفت عن نبيك همه وغمه وكربه وكفيته حول عدوه فاكشف عني كما كشفت عنه وفرج عني كما فرجت عنه واكفني كما كفيت واصرف عني حول ما اخاف حوله ومؤونة ما اخاف مؤونه وهم من اخاف همه بلا مؤونة على نفسي من ذلك واصرفني بقضائك حوائجي وكفايتي ما أهمني هم من آمر آخرتي ودنياي يا أمير المؤمنين ويا أبا عبد الله عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد من زيارتكما ولا فرق الله بيني وبينكما اللهم أحيني حياة محمد وذريته وأمتني مماتهم وتوفني على ملتهم وحشرني في زمرتهم ولا تفرق بيني وبينهم طرفت عينان عين عبدا في الدنيا والآخرة يا أمير المؤمنين يا أبا عبد الله آتيتكما زارا ومتوسلا إلى الله ربي وربكما ومتوجعا إلي بكما ومتشفعا بكما إلى الله تعالى في حاجتي هذه فاشفعوني فإن لكم عند الله المقام المحمود والجاه الوجيه
والمنذر الرفيع والوسيلة إني أنقلب عنكما منتظرا لتنجز الحاجة وقضائها ونجاحها من الله بشفاعتكما لي لله في ذلك فلا أخيب ولا يكون منقلبي منقلبا خائنا خاسرا بل يكون منقلبي منقلبا راجحا مفلحا منجحا كشفتنا بقضاء جميع حوائدي تشفعا إلي لله انقلبت على ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله مفوضا أمري إلى الله ملحدنا ظهري إلى الله متوكلا على الله وأقول حسبي الله وكفى سمع الله لمن دعا ليس لي وراء الله وراءكم يا سادتي منتهى ما شاء ربي كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله أستودعكم الله ولا جعله آخر العهد مني إليكما إن صرفت يا سيدي يا أمير المؤمنين ومولاي وأنت يا أبا عبد الله يا سيدي وسلامي عليكما متصل ما اتصل الليل والنهار واسع ذلك إليكما غير محبوب محجوب عنكما سلامي إن شاء الله وأسأله بحقكما أن يشاء ذلك ويفعل فإنه حميد مجيد انقلبت يا سيدي عنكما عطائي حامدا لله شاكرا راجيا لله غير عائس لا قانت عيتكما عائدا راجيا إلى زيارتكما غير راغب عنكما ولا زيارتكم بل راجح عائدا إن شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يا سادتي رغبت إليكما وإلى زيارتكما بعدا زهد فيكما وفي زيارتكما أهل الدنيا فلا خيبني الله مما رجوتما أم لا توفي زيارتكم أنه قريب مجيب اللهم صل على محمد وآل محمد